الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. من يرى في المنام قطة جرباء في المنام علامة على الأمور الصعبة التي تواجه صاحب الرؤيا تلك الأيام، والله أعلم. القطة الجربانة تهجم على صاحب الرؤيا في المنام علامة على وجود عدو قريب من صاحب الرؤيا وعليه الحذر. حلم جرب القطة وضربها في المنام علامة على وجود صديق سيء للغاية في حياة صاحب الرؤيا وعليه الحذر. حلم تدل رؤية وجود قطة جربانة في المنام علامة على أزمة كبيرة يعاني منها صاحب الرؤيا تلك الأيام، والله أعلم. من يرى في المنام القطط الجميلة، والله أعلم، علامة على الحب والعاطفة الذي يتمتع به صاحب الرؤيا تلك الأيام. حلم القطة البيضاء الجميلة في المنام علامة على التغيرات الإيجابية التي تحدث في حياة صاحب الرؤيا تلك الأيام. من يرى في منامه قطة جميلة للغاية إشارة على انتهاء الحزن وبعض الهموم البسيطة وتحقيق الأمنيات والأحلام هذه الأيام. حلم الشخص القطة الجميلة علامة على الأحداث السعيدة لصاحب الرؤية الأيام المقبلة، والله أعلم. رؤية القطط الصغيرة الملونة في المنام علامة على فرصة عمل جديدة يحصل عليها صاحب الرؤيا تلك الفترة. تدل رؤية القطط الصغيرة الملونة في المنام علامة على الرزق الحلال الذي يحدث لصاحب الرؤيا تلك الأيام. من رأى في منامه قطط صغيرة، والله أعلم، علامة على الذرية الصالحة التي تأتي لصاحب الرؤيا خلال هذه الأيام. حلم القطة الصغيرة بالمنام علامة على السعادة القادمة لصاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية القطة الحمراء في المنام علامة على الحكمة الذي يتمتع بها صاحب الرؤيا خلال هذه الأيام. من يرى في منامه قطة حمراء، والله أعلم، علامة على غش الصديق أو خطر يواجه صاحب الرؤيا هذه الأيام، والله أعلم. رؤية القطة الأحمر في المنام علامة على خيانة يتعرض لها صاحب الرؤيا هذه الأيام. رؤية الشخص القطة الأحمر في المنام علامة وإشارة على وجود شر يحيط بصاحب الرؤيا أو مكيدة قريبة منه تلك الأيام وعليه الحذر. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.